الطالبة آلاء حسن رشاد القدرة من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، خريجة بكالوريوس تعليم أساسي. أنا اليوم مبسوطة كثير بالتحاقي باحتفالات التخرج، صراحة يوم لا يعوض، كنت بنتظر هاي اللحظة من 4 سنوات، واليوم بحمد الله إنه حققت هذا الحلم بنجاح. طبعاً بهدي نجاحي لبابا وماما، وأيضاً بهدي نجاحي لأخي بألمانيا، وبتمنى مثل هاليوم الله يوعده بالتخرج، وأيضاً لجميع أهلي وأحبابي، وأيضاً أهدي نجاحي لأساتذتي في الكلية الجامعية كلهم باسمه ولقبه. شكر كبير إلهم، ما قصروا معنا في طيلة ال4 سنوات كرائدة الإبداع والتميز. عن جد شكر كبير للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.